واش اخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غندير واحد الشرح اللي غادي يفيدكم بزاف الدراري اللي كيقصروا بابجي، وبالاخص هي بابجي ديال كوريا وفي الايميلاتور. بالنسبه للدراري اللي كيقصروا في التليفون، هذا الفيديو ماشي ليكم. الفيديو الدراري اللي كيقصروا في الايميلاتور ديال جيملو، الدراري اللي كيقصروا في التليفون بغاو يدخلوا بابجي كوريا، يخليوا لي كومونتير تحت هذا الفيديو هذا باش ندير لكم شرح كيفاش تدخلوا بابجي كوريا في التليفونات ديالكم بالنسبه اندرويد وبالنسبه للاي او اس ديال ابل. المهم في الفيديو الاول وريتكم الطريقه كيفاش انستاليو بابجي كوريا في الايميلاتور ديال جيم لوم. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش تحل المشكل ديال الجرافيك ديال بابجي كوريا حيت فيه مشاكل، وكيفاش تحل المشكل ديال كي مابين حيت لا سوري ما كدوش 360 درجه. اول حاجه الدراري غادي نديروها، غادي نجيو الدراري لهنايا. ديجا شرحت لكم كيفاش تدخلوا لهنا، غادي نوركو على اف 9. غادي نجيو للبراوزر هنايا. الناس اللي باقيين ما عارفينش كيفاش يدخل لهاد البلاصه هادي ووراك على البراوزر والمسائل، رجع للفيديو الاولاني اللي شرحت فيه كيفاش انستالي بابجي ديال كوريا، غادي تلقى فيه كلشي. غادي نجيو الدراري لهنايا، غادي نديرو جوجل، ندخلو لجوجل بحال هكا، نجيو نشارشيو في جوجل على باك بابجي موبيل. انا ديجا قلبت عليها، هيا باك بابجي موبيل، نوركو على روشيرش. وغادي نجيو نهبطو بلا سوري بحال هكا السيت ديال اب تو داون، ونتيشارجيو لابليكاسيون ديال باكش، هي باتل جراوند ادفانسد جرافيك تولز. نجيو نديرو ليها تنزيل، نتسناو على ما تيليشارجا. انا نوريكم هنا كنعزلو جاست وانس بحال هكا، نديرو البراوزر صافي. هايا الدراري بدات كتيليشارجا لينا الجيم هنايا، نهبطو هاد اللعيبة هايا كتيليشارجا. ملي كتكمل الدراري في تيليشارجمون كنكليكيو عليها بحال هكا، كنديرو انستالي. انا ديجا مانستاليها الدراري، وغادي نعاود انستاليها ماشي مشكل باش نوريكم. كنديرو دون، وكنجيو لهاد البلاصه اللي كاينه فيها اكزيت، كنبقاو نوركو عليها بحال هكا حتى كنخرجو من البراوزر. ملي كنخرجو من البراوزر كتبان ليكم واحد ليكون ولات فيها باكش، هاهي لابليكاسيون، كنكليكيو عليها بحال هكا وكنتسناو لابليكاسيون تخدم. هاهي الدراري لابليكاسيون كيفما كتشوفو هاهي خدمات. في الكونفيغوراسيون ديال الابليكاسيون غادي نعطيكم دو ديال جوج ديال لي كونفيغ بالنسبه للدراري اللي عندهم بي سي ضعيف، وبالنسبه للدراري اللي عندهم بي سي مجد. الدراري اللي عندهم بي سي ضعيف، اول حاجه غنجيو للجرافيك كاليتي، غنديرو سموت هنا، غنخليوها سموت هنا. الريزوليسيون اهم حاجه باش نحيدو داك المشكل ديال لاك ديال بابجي كوريا. كنجيو نديرو الريزوليسيون اترا تابليت، وكنجيو لهنا كنعزلو على حساب شنو بغيتي، كلاسيك ولا هنايا. انا كنعزيز عليا ندير موفي هنايا، حتى هي هادي مهمه ضروري خصنا نديرو فيها 60 اف بي اس باش يبان لك الجرافيك مزيان، ويولي اللعاب كيتحرك مزيان بلا مشاكل بلا والو، بلا لاغ بلا دروب اف بي اس. كنديرو 60، غادي من الاحسن نخليوها نو نو. هنايا ادير هاي هاي، وهنا هاي، على ان لا بغيتي تبدل دير الترا. الا كنتي متيليشارجي الالترا سون راه داروها دابا في بابجي، وهنا في جي بي اي اوبتيميزاسيون تخليها ديزاب. بالنسبه للدراري اللي عندهم بي سي مزيان، ولكن من الاحسن تخلي كونفيك بحال ما كوخي، يكون عندك بي سي مزيان. علاش؟ حيت كتقصر هكا مرتاح اكثر ملي كديرها بهاد الكونفيك هادي اللي غنوريكم دابا. غتجي عند الاش دي ار هنا، الشاداو كاليتي تخليها لو باش ما يمرضكش المشكل، حيت طلعتي الشاداو يولي عندك لاك بزاف. هنا تخلي الترا، انا الشاداو راندر تا هو غادي تخليه لو. انا السين هنا راندر كواليتي هايت، هنا لايتين افكت غادي دير لها هاي تا هي، وهنا الاونتي اليازين هادي غتخليها نو. هنا الراندر و التكستور غتخليهم هاي، وهنا الساوند غادي على حساب داكشي اللي بغيتي. ملي غادي نساليو الدراري هاد الكونفيك هادي، كتجي كتعزل هنا كوريا، هاهي بابجي ديال كوريا هي هادي كيفما شتو. غنعزلو هادي اللي هنايا، ما نعزلوش الجلوبال، انا نعزلو ديال كوريا، حيت هاد الكونفيغ هادي بغينا نطبقوها على بابجي ديال كوريا. المهم ملي كنساليو الدراري هاد المسائل هاد الكونفيغ هادي، كنجيو كنسوفكارديوها باش ما تبقاش عاوتاني كل مره ندخلو نديرو نفس الكونفيغ. كنجيو نديرو ابلاي، كنتسنى واحد 5 ديال لي سكوند، عطيونا واحد الاشاره، غادي نحيدوه ونديرو ران جيم. هنا كيفما شتو هو الاشهار، غادي نديرو ليه فيرمي، عطانا دابا ران جيم. ونوركو على ران جيم، غادي تلونسا لينا الجيم. غنتسناو دابا الجيم تلونسا، هاهي تلونسات الدراري، غنتسناوها تدخل. ملي غادي تدخل الدراري غنوريكم كيفاش كونفيكيري الكي مابين.
هاد الاغلبيه ديال الدراري اللي كيخدموا بابجي ديال كوريا على الجيم لوب ما كيعرفوش يكونفيغريو الكي مابين، وكيمشيو يشوفوا شي فيديوهات يعني كيقول لي مال الاول يبدا يكري لي كاي ويبدا يخربق ودوز هادي من هنا وهادي من لي، ولكن راه هي ساهله الدراري كلشي عندك في الجيم لوب، غادي غير تمودي في الكلافي وتمودي في البوطون ديال الكونترول باش يولي دار لك السوري 360 درجه وهذا ما كان. المهم نتسناو دابا الجيم دخل ونوريكم كيفاش كونفيغيريو الكي مابي. دابا الدراري هيا الجيم دخلات لينا كيف ما كتشوفوا الجرافيك ولا مزيان، هاد لا خليتي الجيم بلا ما دير هاد لابليكاسيون ديال باكس كتدخل كيبان لك الجرافيك في الدروب اف بي اس، وملي كتدخل كتقصر اللعاب اللي كيكون غادي كتجري بيه ولا كيبغي يدور ولا شي حاجه كيبان لك الدروب يعني ما كتقصاش على راسك. دابا الدراري غادي نجيو ندخلوا المود ديال لونطريمون، غنجيو نديرو ترينينغ مود باش نكونفيغيريو لي بوطون ولا الكي مابين باش نوريكم المشكل ديال لا سوري اللي كيعاني منه بزاف ديال الناس في بابجي ديال كوريا. هاي الدراري دابا الجيم هاي دخلات لينا كيف ما كتشوفوا، ها هو اللعاب والجرافيك ناضي يعني مبقاش مشكل ديال دروب اف بي اس. غادي نمشيو شي بلاصه بعيده نبعدو عاد نكونفيغيريو المسائل الدراري باش نحيدو شويه من هاد الصداع هذا. وبنادم دابا مع كيتريني كيشد السلاح كيبقى يطقطق علينا هنايا، غنجيو الدراري هنا على هكا ونوقفو. المهم الدراري اغلبيه المشكل ديالهم هو انه باقي صداع الدراري، المشكل ديالهم هو انه ملي كيدور لا سوري كدور ليه غير حد هكا، ولا ملي كيدور عاوتاني اليمين كدور ليه غير قد هكا. الا بغى يدور الجهه الاخرى خاصو تيهز السوري وعاود يحط عاد الدور ليه وكتبقى تلاقي ليه بزاف. دابا باش غنحلو هاد الدراري هاد المشكل هذا ساهل مال يعني لي بوطون تنقاز كلشي باقي هو هذا، كنوريكم كيفاش قادو كلشي. اول حاجه الدراري غنجيو نوركو كونترول باش خرج لينا السوري بحال هكا، ونوركو على هاد الكلافي هذا ها هو كاين كي مابي غنكليكيو عليه بحال هكا ونتسناو دابا الكي مابين تبان لينا هنا في ليكرون باش نقادوها. المهم الدراري الاغلبيه كيكون عندكم هنا نورمال نورمال 720 يعني الكي مابين ما كيكونش مقاد، خاصك انت تقادو وما يمكنش لك تقادو على حساب لي بوطون اللي كاينين في الجيم لو. اول حاجه الدراري شنو غادي نديرو هادشي اللي هنايا السمارت 1080 بي، اشكليك على سمارت 1080 بي غادي يبان لك الكي مابين تبدل ولا بحال ما شكل يعني كل بوطون ولات في بلاصه. ثاني حاجه شنو غادي نديرو باش نحيدو المشكل ديال سوري انها تولي الدور 360 درجه، كتجي لهاد الكونترول هادي هاي اللي كاينه حدا اف، كنجيو كنديرو ليها بحال هكا كنفيرميوها ها هو الايمن مشى، كنديرو سيف. ملي كنديرو سيف هنا دابا مابقاش عندنا الحق اننا نتحكمو يعني تاد السوري ميمكنش لينا نحيدوها بكونترول. كنرجعو عاوتاني لهاد الكي مابين بحال ما هكا كنتسناو يبان، كنعاودو نوركو على هاد ايمن هذا بحال هكا كيبان لك الدراري ولا هادي اللي كانت حدا اف ولا تحت الت مزيان. دابا هادي شنو غنديرو لها، غنكليكيو على هاد البلاصة فين مكتوبة الرايت كليك وغادي نديرو كونترول باش تولي فيها الكونترول باش تولي نتحكمو فيها بالكونترول، ما نخليوهاش هنا غادي نرجعوها عاوتاني للبلاصة بحال هكا وغادي نديرو وغادي نحطوها ونديرو سيف. حيت واخا الدراري تلقاوها هنا اول مرة فاش كدير سماش وكتلقى الكونترول هنايا يعني سوري واخا غادي تدورها ما غاديش تدور لك، خاصك شي تاني ليها وتعاود تكريها وترجع عاوتاني كونترول وتجي تحطها عاوتاني هنا حدا اف ودير سوف كاردي. دابا ملي غادي الدراري غادي نوركو على كونترول ها هو السامشه، غنجيو ندورو ها هو دار 360 درجه 360 درجه بلا مشاكل بلا والو. غنجيو دابا نهزو السلاح ونشوفو الايم ونشوفو المسائل كيفاش داير. غنجيو مثلا نهزو الطوموبيل نشوفو التحكم في الطوموبيل باقي هو هو بحال الجلوبال. غنشوفو مع الدراري يعني الجيم كتبان لك خفيفه ما فيها لا لاغ لا والو. دابا غنجيو نهزو الدراري مع شوقة الجماهير طاجيش هادشي باش ما كنعملش مو تريني. نهزو الدراري الامو وخلي لينا الامو الكداره يلا شحن الزربه زيد يلا يلا زيد ما نخلي لك والو زيد يلا هز
السكر عمرات. المهم غنجيو ناخذو، انا كيعجبني نقصر بسميتو بسكوب طروه في الان فور، وغادي نجيو نجربو دابا باش نايميو. غنايميو غادي ايمي لينا عادي الدراري بلا مشاكل بلا ما انستالي. هانشوف وركنا على بوطون بوطون اليمنى ديال لا سوري، ها هو ايمي لينا عادي. غنجيو نشوفو، يعني خدام الدراري مزيان، يعني خدام الدراري مزيان، كيدور 360 درجة بلا مشاكل بلا والو. هذا هو اللي كاين الدراري، هاو هذا انك تمشي تانستالي واحد لوجيسيال كيقولو اكس ماوس باش انك تقاس الايميل والمسائل، معندكلاش غير بحال هاكا الدراري، بلا متبقاش انستالي شي حاجة، بلا متبقاش خرباق، بلا متبقاش تشوف فيديوهات بزاف. الفيديو هذا غيسهل عليك بزاف الحوايج، وبهذا الشي غنكونو سالينا هاد الحلقة هادي ولا هاد الفيديو هذا. متنساش انك تخلي واحد سبسكرايب ولايك الى عجبك الفيديو واستفدتي منو، ونتلاقاو في فيديو اخر في جيم اخرى ان شاء الله.